سيك سيك يا بيه، سيك يا بيه. لا لا الظهر النهارده مش حلو خالص. هيلعب بس الصبر اهم حاجه، الصبر. الصبر اهم حاجه. سيك اهو. قول لي شيء، انت اسيت ميكانيكا ولا لسه شغال في الشغل؟ لا كنت شغال سمكري بس انا صغير لسه. قبل ما اشتغل شغال سمكري. ودلوقتي؟ دلوقتي فنان بقى. خلاص بقى مفيش بقى، بطلت بتعلم. انت حريفت اولا من زمان ولا؟ لا انا حريفت اولا من زمان. امال انا قلت اولا ولعبت هزار يعني. صعب حد يغلبك. صعب حد يغلبك. مش شكرانيه في نفسي يعني. اتغلبت بس بغلب على طول. ساعات بتعود تقعد بقى تلعب اطول مع اصحابك على القهوه. لازم يكون حريف اللي بيقعد قدامي. لازم يكون حريف. حريف طبعا. والله لسه الدور شغال اهو. شيش جوهر دي بقول صعبه. قول لي بنسبه الظهر بقى، تعبت كتير انت؟ تعبت يا لهوي طبعا. شفت الويل؟ احكي لي التعب اللي تعبته كان عامل ازاي. يا لهوي ياما قوي تعبت سنين من صغري وانا شقيان يعني. بحمد ربنا وبشكر فضله علينا فيه ده من شؤم يعني، من صغري وانا شقيان. ازاي يعني؟ السمكره دي اخر حاجه، دي انزع حاجه. دي انزع حاجه. طبعا. امال ايه بدات ايه الاول عملت ايه؟ انا بقى بتاع دوكو وميكانيكي وكده، كنت غاوي اتعلم حاجه. عايز اتعلم حاجه. بس كنت تدندن بقى وانت شغال؟ كنت بغني وانا شغال. طبعا. لمين بقى؟ واصحابي يقولوا لي حرام عليك يا عم، يا عم روح قدم يا عم في المعهد في اي حته. حلو صوتك. صوتك جميل يا عم، انت بتقلد عدويه بالظبط. كنت وانا صغير بقلد عدويه يعني تيبيكال، تغمض عينك كان عدويه بيغني. يعني وانت قاعد كده. عدويه كده وجورج وسوف. تغني العدويه ايه بقى؟ بغني العدويه. ايه كنت تغني له ايه؟ كنت بغني له كل الاغاني بتاعته، كل الاغاني. اختار اي اغنيه. وانت قاعد كنت تغني له ايه؟ ست وبسبست له بسبوسه بالسمن والسكر والعسل. كده يعني. بس انت حسيت بعد كده ان الظهر لعب معاك؟ هو الظهر لعب طبعا. امتى بقى لعب معاك؟ لما الناس حبتني قوي. امتى حبوك قوي؟ في كل حته بمشي الناس بتحبني. مش بيسلموا عليا. انا بحبك شخصيا. وانا بحبك والله العظيم، ربنا يعلم بجد. انا بحبك وبحترمك جدا. الله يخليك يا استاذ يعني عمر. بحس قد ايه انت عصامي. ربنا يستر. وجدع وراجل حبيبي وصاحب صاحبك. طبعا بحب اصحابي قوي. ما بسيبهمش خالص. القدام يعني اصحابك ما بيغيروش ابدا يعني قبل الشهره بقى وال لا لا هم لا نفسهم لا. بعد الشهره والله العظيم ده انا كان في فرح النهارده واحد صاحبي. يعني مين كان قبل الشهره وقبل وبعدين هم بعد الشهره؟ هم موجودين زي ما هم. هم قولهم لي مين هم؟ يا لهوي ده هامه قوي جدا. قول لي يعني اقربهم. حموده صاحبي اخويا الروحي ده اللي علمني الصنعه. اخويا. وفي هشام شريف ومجد عباري وصابر خليل وصابر ومين تاني ومحمد شنب و تتلموا الحبشي الرسمي. تتلموا بالليل مع بعض تقعدوا مع بعض. طبعا في اسامي ياما قوي بس انا يعني ناسي. قول لي اغنيه الزهر لما لعب معاك دي كانت تجربه؟ كانت حكايه؟ ما انا عملت اللي مني وعملت هذا جنائب عليا قبل الزهر وعملت البوم. ايام الشرايط. انا جبت ايه مش عارف. العب. لا يعني ايه الموقف اللي خلاك تغني لو لعبت الزهر؟ 6-3 دي اغنية عادي جات لي عادي. اغنية جات لي عادي وانا قاعد جابها لي ذوق صاحبي حبيبي. يعني ليه الاغنية دي بالذات كسرت الدنيا؟ لا مش ده، لا كده لا. شيسه 3 هي بيه. ايوه والشيشه اهو. ليه بقى كسرت الدنيا الاغنيه دي؟ دوش يا عم. التوفيق ده من عند ربنا. يعني ما فيش يعني التوفيق ده من عند الله. من عند الله. قول لي سمعت الاغنيه جات لي وانا قاعد وانا كان عندي شغله في شبرا وخدتها وقعدت معايا سنه. الغزاله لعبت معايا. غزاله مين ده؟ انا الدوسه بقى طبعا حليت. الدوسه ظبطتني. فطبعا لحنتها بعد كده. وخدها استاذ محمد صبكي. الله يسهل له. والاغنيه طبعا عجبت الناس كلها. ما صدقتش انت لما كسرت الدنيا؟
صدقت؟ هو توفيق ده من عند الله. يعني لو الغنوه دي ليه بالذات دي اللي عملت ال عشان جت في الناس كلها. اه لو لعبت عايز كل واحد عايز يبقى يعني كل واحد لمست لمست الناس. اه لو لعبت كله لو لعبت معايا يعني كل واحد كان يعني مستني الكلمه زي ما يكون مستني الكلمه دي جت على الجرح. قول له قرش ما بينامش ما بالك بقى من اللي عليه. والله العظيم الاثنين ما بيناموا ولا اللي ليه ولا اللي عليه. طب قول لي مين اتغير معاك بقى لما اتشهرت؟ يعني مثلا في البيت عندك مراتك اتغيرت معاك؟ مفيش حد اتغير خالص. اذا كان انا ما اتغيرتش زي ما انت ولا كاني وانا اخترعت الذره. بس اكيد يعني بتدلع عليك اكتر من الاول في البيت دلوقتي بقى بعد بقيت والله كلهم بيدلعوا عليا وعيالي بيدلعوا عليا ومدغدغيني. بس انا اعمل ايه؟ انا بنشقى عشانهم. بس قول لي بقى لما القرش لعب في ايديك وجري لا مش وسعتها بقى فتحتها على بيتك واهل بيتك وكده ولا بيتي والناس والناس بيتي و و و و و والناس واصحابي ومنطقتي كلها وكل انا ما ينفعش اقول الكلام ده لان الكلام ده ما ينفعش ما يتقالش. يعني الكلام ده بيني وبين ربنا. تفتكر اول هديه جبتها لمراتك بعد ما الامور مشت الماديه بقت كويسه جبت لها ايه؟ والله نقلت في شقه كويسه. كنت مأجر شقه كنت في شقه اجر حديث. ربنا كرمني ونقلت. كنت ساكن فين وبعدين رحت فين؟ كنت ساكن في برج الامريكان عندنا في كنت مأجر والله العظيم. والله كانت ايام جميله برضه. كنت صابر وبحمد ربنا وكنت معروف قوي اقسم بالله. كنت عامل شريط الشريط بتاعي كان مسموع. كنت قاعد في شقه اجر حديث 7-8 سنين. ياه. وعيالي مبسوطين والحمد لله. اهم حاجه بقى حب الناس لغايه ما عملت اللي مني هذا جناب عليه. عملت اللي مني مزعلني. اللي مني مزعلني. مين اللي كان مزعلك ساعتها؟ كان مزعلني كان في حكايه كده معايا في الفرقه. احكيها لي. كنت عامل عمليه الزايده وانا رايح الشغل. تعبت والله العظيم الكلام ده صح. كنت وانا رايح الشغل كان عندي نمره في شوه او في يعني جنبينا جنب اسكندريه كده وجنبي وجعني. فالدكتور قال لازم يعمل عمليه دلوقتي. فطبعا الفرقه جايه لي كده كده رايحين الشغل المفروض الفرقه تجي المستشفى. صح صح طالما انت كده كده جايين شغل. ففي ناس في الفرقه ما جاتش وانا بعمل العمليه بقى. عملت العمليه وروحت. اللي روح روح واللي خلاص بقى ده ما فيش نمره. هو الراجل عمل عمليه ففي اللي مشوا اكتر من اللي جولي. وفي ناس ما جاتليش خالص. قعدت 11 يوم في البيت. في ناس معايا صحابي قوي وفي الفرقه شغالين وما جوش. بعد 11 يوم نزلت الشغل لقيتهم جم. قلت لهم انتوا كنتوا مستنيين تطلعوا ورايا لما اموت تطلعوا ورايا. سبحان الله. يعني ما جاتوش يعني الدنيا كلها جت زارتني في البيت. ده انتوا معايا ما بيفرقش غير النوم. بس انت طيب اكيد سمحته. فما حطيتش في دماغي بقى خلاص. فجالي صاحبي صبري الدرس قال لي اللي مني مزعلني في التليفون. قلت له اول ده العظيم اللي مني مزعلني. جدع الجرح. انا مستنيك حتى. قلت له انت فين؟ قال لي انا في الورديان باين. قلت له استناني. دي اغنيه؟ قال لي اه والله العظيم اغنيه. كان اسمها ايه؟ راحت مني من اللي مني. اصل اللي مني مزعلني. قلت له الكلام ده صح وانا جاي لك دلوقتي. خدت منه الاغنيه. بعد يومين او ثلاث ايام علبست قمت جاي مغنيها للناس اللي ما جاتليش وكده يعني. سمعنا يا عم اللي مني مزعلني. انتوا مزعلين ولا حكايتكم ايه؟ مش انتم